جنو توكس. أهلا بكم متابعي جنو توكس. سنتعرف من خلال هذه الحلقة على ثلاث برامج يمكن من خلالها الحصول على مؤثرات بصرية لذبذبات الصوت المنبعثة من الميكروفون أو مختلف مشغلات الميديا والتي تسمى Audio Visualization. وكما تشاهدون فواحدة لها واجهة رسومية يمكن أن تعمل في الخلفية واثنتين يعملان من خلال وعبر الطرفية. سنبدأ ببرنامج Visualizer وهو يعمل عبر الطرفية يمكن تثبيته على جميع التوزيعات وكذلك على نظام Mac OS X وذلك من خلال تثبيت بعض الاعتماديات الضرورية وطريقة التثبيت هي سهلة ومتواجدة على المستودع الخاص بالبرنامج على جيت هاب. يمكن تتبع الإرشادات لتحميل وتثبيت البرنامج. هذا هو البرنامج Visualizer. يمكن التغيير بين مختلف الأشكال من خلال النقر على أو الضغط على زر المسافة على الكايبورد. وأيضا ستجدون في المستودع طريقة التعامل مع البرنامج وكيفية استخدامه. البرنامج الثاني هو جلافا. يتم تشغيله عبر الطرفية لكنه برنامج رسومي أي يعمل عبر خادم العرض X11. هو الآخر يتطلب بعض الاعتماديات لتثبيته وتشغيله. يكفي إدخال هذه الأوامر تباعا وسيعمل البرنامج بشكل عادي. كما يمكن أيضا تطبيق مجموعة من المؤثرات البصرية للصوت من خلال الأمر التالي. ومع تغيير الكلمة الأخيرة التي تحدد نوع المؤثر سيتغير حسب الكلمة أي بار سيركل راديال أو ويف. كما سأترك لكم رابط المقال الشامل حول تشغيل البرنامج على موقع لينكس أبرايزنج. أما البرنامج الثالث والأخير في حلقتنا هذه فهو برنامج كافا وهو الآخر يعمل عبر ومن خلال الطرفية. يكفي اتباع الإرشادات الخاصة بالاعتماديات والتثبيت الخاصة به. أما بالنسبة لتشغيل كل هذه البرامج يكفي فتح الطرفية وكتابة اسم البرنامج وسيعمل معك بشكل عادي عند تشغيل أي مقطع صوتي مثل هذا مثلا على اليوتيوب. لكن ربما لن يعمل معك الميكروفون بشكل تلقائي. أنا مثلا على كيدي يجب علي في كل مرة الدخول إلى إعدادات الصوت ثم الذهاب إلى أوديو ثم أدفانسد ثم من بيلت إن أوديو أقوم بعمل أوف ثم العودة إلى أنالوج ستيريو دوبليكس ثم أوكي ليعمل معي. سأقوم بالتجربة الآن لتروا الأمر بشكل مباشر. سأقوم بالضغط على كيو أو كنترول سي في فيس وكنترول سي أيضا في كافا مثلا فيزيوليزر. نضغط على فيز فقط نكتب فيز ليعمل البرنامج. كما تشاهدون رغم أني أتحدث لا يعمل لكن إذا شغلت أي مقطع صوتي فإنه سيعمل بشكل طبيعي. آتي إلى إعدادات الصوت ثم أوديو
ثم ادفانسد اقوم بعمل اوف ثم العوده الى انالوج ستيريو دوبلكس ثم اوكي وهذا الصوت يعمل الان بشكل عادي. اما على اي واجهات تعتمد جي تي كي فيمكن الدخول الى اعداد الصوت وتغيير مصدر الصوت الخاص بالبرنامج الى ميكروفون. اما بالنسبه لبرنامج جلافا فهو ايضا اشغله عبر الطرفيه من هنا وكذا اضغط على كنترول سي سيتوقف عن العمل ثم اضغط مره اكتب مثلا جلافا سيبدأ البرنامج بالعمل وكما تشاهدون لا يظهر الصوت لدي. سأقوم بعمل نفس الأمر الذي فعلته من قبل أوديو ثم أدفانسد قوم بعمل أوف ثم الرجوع إلى أنالوج ستيريو دوبلكس ثم أوكي وهو يعمل الآن بشكل عادي. لأجعله أكثر تناسق مع الواجهة أقوم بالضغط هنا أو كنترول اف 3 ثم آتي إلى More Options No Border ثم مرة أخرى Control F3 لعرض الخيارات More Options ثم Keep Below Others بمعنى يكون دائما في أسفل الخيارات. وبهذا الشكل مثلا إذا صغرت هذه النافذة ستجدونه هنا تشغيل الصوت سيعمل بشكل عادي وسيكون متناسق أكثر مع الواجهة خاصة عند تصغير النوافذ بهذا الشكل. كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة، أتمنى أن تكون مفيدة وقد أعجبتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.